غزالة، ويمكن أكيد الجميع يمكن سامع بهذا الاسم. ما في إنسان بالأردن إلا وسمع باسم الدكتور طلال أبو غزالة ومجموعة طلال أبو غزالة والأنشطة اللي بتقوم فيها. يعني إحنا نشكر جدا جدا الدكتور طلال على زيارته لكلية القدس، ونعتبرها هاي يعني من الزيارات اللي المهمة، وإن شاء الله إنه يعني بتفتح باب التعاون فيما بين مجموعة لومنس للتعليم ومجموعة الدكتور طلال أبو غزالة. أنا بسميها باسمه لأنه الدكتور طلال هو اللي أنشأ هاي المجموعة، وهو اللي لا يزال يدير هاي المجموعة. يعني وهاي المجموعة يعني المجموعات الاستثمارية المعتز إحنا إنها موجودة بالأردن، ومنعتز بوجود الدكتور طلال بالأردن يعني كمساهم وداعم للاقتصاد بالأردن وللتعليم بالأردن. ومع أنه سمعنا يعني توارد بعض الأحيان أنه الدكتور طلال بده، فلذلك إحنا يعني باسمنا وباسم باسم الحكومة، مع أنه إحنا من القطاع الخاص، ندعو أنه يظل موجود ما بيننا ويدعم هاي البلد. إحنا مجموعة لومنس للتعليم كمان يعني تملك يعني عدة مؤسسات تعليمية، منها كلية القدس. كلية القدس يعني من الكليات الرائدة اللي تأسست عام 1981. في عنا طبعا بنركز على التخصصات التقنية، عنا 26 تخصص ما بين التخصصات الهندسية وتخصص إدارة الأعمال والمهن الطبية والفندقي والسياحي. لكن الهدف عنا وهدفنا اللي بنسعى فيه كلية القدس هو التعليم من أجل التوظيف. فلذلك الآن إحنا بدأنا في أنه نشتغل ونعد برامجنا ضمن متطلبات سوق العمل، حتى أنه كل طالب في كلية القدس يجد له وظيفة بعد التخرج. غير على أنه برامجنا بنحاول أنه جميع برامجنا تكون برامج دولية، يكون في عندنا شراكة وبارتنرشيب وأكريديتيشن من مؤسسات دولية لهذه البرامج، حتى يستطيع الطالب التجسير في أكثر من جامعة من الجامعات. غير على أنه الكواليتي واللي بنعده من ناحية اللغة الإنجليزية والمهارات وهذه، فإن شاء الله أنه طالبنا يكون دائما يتمتع بأعلى المواصفات، ويكون يعني المخرج التعليمي اللي عندنا ممتاز وحسب متطلبات سوق العمل. مرة أخرى يعني لا يسعني إلا أنه أشكر الدكتور على تلبيته بزيارة هاي الكلية، وبترك أنا حاب يمكن الميكروفون، حاب إذا بحب يعني الدكتور هو جالس. لا من عندك أنت جالس أحسن، تأخذ راحتك أحسن. يعني بعد من شرحه بده يريحني على اساس اختيار، لسه عمري 75 سنه يعني بعد في عز الشباب. ف بدي قبل ما نتحدث، انا سعيد بوجودي بينكم لاسباب كثيره. اولا اسم هذه الكليه القدس، اللي هو ما في اقدس من اسم القدس، فسعيد بان اكون فيها. ثانيا احنا جيران، مكاتبنا في العبدلي كنا سوا وخضنا المعركه سوا، فاحنا زملاء رفاق نضال في سبيل القانون وتحقيق القانون. وفعلا انا خضت المعركه لاثبت ان في الدوله حكم قانون، وبموجب القانون استطعنا ان ناخذ حقنا من مشروع العبدلي، اللي هو يعني ليس الاردن، هذا مشروع الاردن اكبر من اي مشروع. وثبت ان حكم القانون ساري في هذا البلد كما يقول جلاله الملك دائما. ايضا سبب اخر انه احنا بنكمل بعض، يعني احنا انشانا واطلقنا السنه جامعه باسم جامعه طلال ابو غزاله. هذه الجامعة مش جامعة، هي اختراع جديد في التعليم، لأنها ليس لديها أي برامج تدرسها نهائيا. يعني اجوا وزارة التعليم قالوا بدنا برامجكم مشان نعتمدها، قلنا لهم ما بدنا تعتمدوا شيء لأنه ما عندناش برامج، ما لكمش شغل معنا.
دوره على نعمه. فما عندنا برنامج ندرسه ولا عندنا شهاده نعطيها، مع ذلك نحن جامعه. كيف؟ لاننا وقعنا اتفاقيات مع الجامعات المعترف فيها دوليا لندير برامجها، والطالب يتعلم معها ويحصل على الشهاده منها. يعني شهاده الطالب تطلع من جامعه ثاندربيرت اللي هي مثلا احسن جامعه في الاداره في الدنيا، وقعنا اتفاق معها لندير برامجها على مستوى العالم، مش على مستوى الاردن ولا المنطقه العربيه. فهي بوابه جامعه طلال ابو غزاله، ليست منافس بل شريك للجامعات. وكل البرامج التي نقدمها برامج تؤدي الى شهاده مهنيه او اكاديميه او لغويه او اي نوع من الشهاده معترف فيها في العالم. يعني بدنا لما واحد ياخذ شهاده ما يروحش على اسكندنافيا يقول له شو هاي الجامعه اللي انت متخرج منها، وين اعترافنا فيها؟ فاحنا في مجموعه اسمها مجموعه شنغهاي ال500، في 500 جامعه في العالم اعتبرت الجامعات المعترف بها في الدنيا، هذه اللي نحن نوقع معها اتفاقيات لندير برامجها، وكل تعليمنا رقميا ديجيتال. ما عندناش اي تعليم بالصفوف، كل تعليمنا عبر الانترنت. هلا بس نقطة أخرى بدي أقول إنه إحنا بهذه الصفة وكطلال أبو غزاله كمجموعة طلال أبو غزاله هنالك مجالات كثيرة للتعاون مع كليتكم، في مجالات التأهيل، في الشهادات المتخصصة، في مجال برامج المهنية المختلفة، محاسب قانوني، جودة إلى آخره، وكلها شهادات معتمدة دوليا. فلذلك بالإضافة طبعا إلى تعليم اللغة وتعليم تقنية المعلومات، تعليم شهادة كامبريدج. إحنا الآن أصبحنا مركز معتمد لتعليم البريتش كونسل، كل برامجهم في مقرنا امتحان، إحنا بنمتحن فقط. التعليم كله مثل ما قلت ديجيتال. هذا بنقلني إلى الموضوع اللي بدي أحكي فيه، وهو أنكم في عالم جديد، عالم يعني كنا نحكي عن مراحل في التاريخ وبنقول كل مرحلة عالم جديد، إنما الحقيقة أنه منذ اخترعت الإنترنت وبدأت تطور وتتطور بتقنية المعلومات، التفاعل المتبادل، أصبح هنالك شيء جديد في الدنيا، عالم جديد. دائما العالم يتغير ويتطور، بس إحنا الآن صار في عالمين. يعني أنتم تعيشوا اليوم حياتين يمكن بلاحظوهاش لأنه ولدتوا فيها، ولذلك في تسمية جديدة طلعت لإلكم بسموكم The Natives، المواطنين. أنتم المواطنين في عالم المعرفة، ونحن اللي بسمونا الإميجرانتس لأننا لم نولد في عالم المعرفة. اللي ولد في عالم المعرفة، فأنا عندي في المكتب وفي مكاتبنا كلها معلقين لوحة لرسام أردني اسمه حجاج، فيها طفل بالحفاضة يعني يمكن شهرين عمره عم بيرضع من المصاصة من الآيباد، يعني يرضع مع الحليب يرضع المعرفة. هذا النيتف المقصود فيها أنه ولد في عالم المعرفة، نحن دخلنا عليه بعد أن كبرنا، لذلك احنا دخلنا كمهاجرين، نحن المهاجرون وأنتم المواطنون. هلا هذا شو يعني؟ يعني أنك دخلت في مرحلة